لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب الوضوء من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. قال أبو عبد الله: باب البول قائماً وقاعداً. قال أبو عبد الله رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم صباطة قوم فبال قائما، ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. قال ابن بطال: دلالة الحديث على القعود بطريق الأولى، لأنه إذا جاز قائما فقاعدا أجوز. يعني بيقول إن هو الإمام البخاري ساوى بين البول قائما والبول قاعدا، الاثنين على الاثنين صحيح، يصح هذا ويصح هذا، يصح هذا ويصح هذا. فبيقول الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما. طيب، فإذا كان بال قائما يبقى الدلالة على القعود، وجاز قائما، جاز البول قائما، يبقى جواز القعود أو البول قاعدا أجوز. البول قاعدا أجوز، واضح كده؟ اللي هو ما في الحديث إلا أنه بال إيه؟ بال قائما، بال قائما. نعم. قال الحافظ: ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى حديث عبد الرحمن بن حسنة، فإن فيه بال رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، فقلنا انظروا إليه يبول كما تبول المرأة. الحديث إسناده صحيح، رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجة. وحكى ابن ماجة عن بعض مشايخه أنه قال: كان من شأن العرب البول قائما، ألا تراه يقول في حديث عبد الرحمن بن حسنة: قعد يبول كما تبول المرأة؟ وقال في حديث حذيفة: فقام يبول كما يبول أحدكم. يعني على العادة أنهم كانوا يبولون قياما. نعم، هذا حديث إسناده أيضا صحيح، رواه الإمام أحمد على شرط الشيخين. ودل حديث عبد الرحمن بن حسنة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالفهم في ذلك فيقعد صلى الله عليه وسلم، لكونه أسترى، ولكونه أيضا أبعد عن ممسة البول، يعني يأمن من ارتداد الرشاش. ويدل عليه ما أخرجه الإمام أحمد أنه قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن المقدام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن. هذا إسناد صحيح على شرط الإمام مسلم. المقدام وأبوه شريح ابن هانئ، وهو ثقة مخضرم من رجال مسلم. لا خلاف بين أهل العلم في أنه يستحب الجلوس أثناء التبول لئلا يترشرش عليه، لكن اختلف أهل العلم في التبول قائما، في التبول قائما. فقال الجمهور يكره، قال الجمهور يكره أن يبول الرجل قائما لغير عذر، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقه، فلا تصدقه. رواه الإمام أحمد، ولحديث وهو إسناده صحيح على شرط الإمام مسلم. وقال جابر رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل قائما، أن يبول الرجل قائما. هذا الإسناد إسناد ضعيف، الحديث إسناده ضعيف، فيه عدي بن الفضل وهو ضعيف. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال عمر: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم أبول قائما، فقال: يا عمر لا تبول قائما. قال: فما بلت قائما بعد.
أيضا هذا حديث لا يصح، رواه البيهقي في السنن، فيه عبد الكريم ابن أبي المخارق وهو ضعيف. ويضعف هذا الحديث أيضا ما رواه عبد الله بن وهب المصري عن الإمام مالك عن عبد الله بن دينار أنه رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بالا قائما، وده أيضا أخرجه البيهقي، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وهو عند الإمام مالك في الموطأ من رواية محمد ابن الحسن عنه. وفي رواية أخرى عند الإمام أحمد ذكرها في الإنصاف، أو عن الإمام أحمد ذكرها في الإنصاف، لا يكره، يعني لا يكره البول قائما ولو بلا حاجة، ولو بلا حاجة إن أمن تلوثا أو ناظرا، إن أمن تلوثا أو ناظرا. والمذهب يعني عند الحنابلة كقول الجمهور، كقول الجمهور. قال ابن قدامة رحمه الله: وقد رويت الرخصة فيه، يعني البول قائما، عن عمر وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت وسهل بن سعد، وعن أنس وأبي هريرة وعروة رضي الله عنهم جميعا. فإن كان لعذر فليس بمكروه اتفاقا، إن كان لعذر فليس بمكروه اتفاقا. قال الشافعية: بل ولا هو خلاف الأولى، بل ولا خلاف الإيه؟ ولا خلاف الأولى، لما ورد عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، فتنحيت، يعني ابتعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أدنه، يعني اقترب. فدنوت حتى قمت عند عقبيه، فتوضأ صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه، رواه الإمام مسلم. وسبب بوله صلى الله عليه وسلم قائما ما قيل: إن العرب كانت تستشفي به لوجع الصلب، فلعله كان به صلى الله عليه وسلم، هذا ذكروه احتمالا. قال النووي: ويجوز أن يكون فعله لبيان الجواز، وهذا هو الأولى، هذا هو الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كل جاء عنه الكل، البول قائما والبول قاعدا، والكل صحيح والكل جائز، والكل جائز. نعم. قال النووي: ويجوز أن يكون فعله لبيان الجواز، وهذا هو الراجح. ويفهم مثل ذلك من تعليل الحنابلة، من تعليل الحنابلة أنه لا يجوز، يعني البول قائما ولا يكره ولا لغير حاجة ولا بدون عذر أو شيء من هذا القبيل، وده اللي ترجم عليه الإمام البخاري رحمه الله، فقال البول قائما والإيه وقاعدا، يعني الاثنين في الحكم أو في الجواز سواء. نعم. وانفرد المالكية بتفصيل لم يسبق لم يعني يسبقهم أحد إليه، فقال المالكية أن المكان إذا كان رخوا طاهرا كالرمل مثلا جاز فيه القيام، ليه؟ لأنه مع هذا حيمتص، مش حيرتد عليه، مش حيرتد عليه رشاش البول. والجلوس أولى لأنه أستر، الجلوس أولى لأنه إيه؟ لأنه أستر. وإن كان رخوا نجسا بال قائما مخافة أن تتنجس ثيابه، مخافة أن تتنجس ثيابه. طيب، قالوا أيضا: وإن كان صلبا طاهرا تعين الجلوس، لأن مع الصلابة يحصل ارتداد، نعم، لئلا يتطاير عليه شيء من البول. وإن كان صلبا نجسا تنحى عنه إلى غيره، ولا يبول فيه قائما ولا قاعدا، ولا قاعدا. وهذا التقسيم لا يعرف لغيره، هذا التقسيم لا يعرف لغير المالكية. جمع أهل العلم بين حديث عائشة رضي الله تبارك، بين حديث حذيفة أنه صلى الله عليه وسلم بال قائما، وبين أيضا حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنه ما بال إلا قاعدا، ومن حدثك أنه بال يعني قائما فلا تصدقه، أخطأ في ذلك إلى غير ذلك. فانشغل بقى أهل العلم بالجمع بين الإيه؟ بين الأحاديث، أن في هنا أحاديث ظاهرها الإيه؟ ظاهرها التعارض، ظاهرها التعارض، ليه؟ أن أم المؤمنين هنا إيه؟ نافية، ماشي كده، ويجي هنا كمان حذيفة يثبت، ماشي كده، فعندي مثبت وعندي إيه؟ وعندي نافي. فالجمع أولى من الإيه؟
من الترجيح. فجمع أهل العلم بين الأحاديث هذه بوجوه، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لجرح كان في مقبضه كما روى ذلك ابن الأثير، فقد روى عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمقبضه صلى الله عليه وسلم. أخرجه الحاكم وقال هذا حديث صحيح تفرد به حماد بن غسان ورواته كلهم ثقات. ده كلام الحاكم، ده كلام مين؟ كلام الحاكم، لكن تعقب بما قاله البيهقي رحمه الله، قال وقد روي في العلة في بوله قائما حديث لا يثبت مثله، اللي هو إيه؟ هذا الحديث، هذا حديث لا يصح. قال الدارقطني حماد بن غسان الهمداني الجعفي ضعيف ضعيف. وقال الذهبي في المهذب هذا منكر، هذا منكر، فهو ضعيف وقد خالف وقد خالف. نعم. قال الحافظ المئبض بهمزة ساكنة، المئبض بهمزة ساكنة بعدها موحدة يعني باء ثم معجمة وهي الضاد باطن الركبة، فكأنه لم يتمكن لأجل هذا الجرح من القعود من القعود. قال ولو صح هذا الحديث لكان فيه غنى عن جميع ما تقدم، كان يغني عن جميع ما تقدم ويبقى أنه قائما لعلة، كان قائما لعلة، أما الأصل فهو الإيه؟ فهو الجلوس، فهو الجلوس. وعلى ذلك يبقى يجوز لإيه؟ لأجل إيه؟ لأجل الأعذار، لأجل الأعذار. واضح كده؟ طيب. قال لكن هو مع الحديث كما بينا أنه ضعيف ضعفه الدارقطني وكذلك البيهقي. أيضا قيل أنه صلى الله عليه وسلم إنما بال قائما لوجع في صلبه، روي ذلك عن الشافعي. أما غير صاحب العاهة فالبول قائما مكروه له تنزيها، يعني من باب التأديب، كراهة إيه؟ كراهة التنزيه. وعن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من الجفاء: أن يبول الرجل قائما، أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من الصلاة، قبل أن يفرغ من صلاته، زي ما يكون يسجد كده كل شيء تلاقيه عمل إيه؟ يمسح يمسح. هذا ليس بصحيح، هذا خطأ. أو ينفخ في سجوده، رواه البزار. قال البزار وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه إلا سعيد ابن عبيد الله الثقفي. قال ابن سيد الناس إن لم يكن لهذا الحديث علة فهو أقوى من حديث عائشة، فهو أقوى من حديث إيه؟ أقوى من حديث عائشة، فإن سعيد ابن عبيد الله احتج به البخاري. ده كلام ابن سيد الناس. قلت هو معل بالاضطراب، هذا الحديث أعل بالاضطراب من وجهين: أحدهما أن سعيد ابن عبيد الله رواه مرفوعا، رواه إيه؟ مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه الجريري وقتادة عن ابن بريدة عن ابن مسعود موقوفا، يعني من كلام ابن مسعود، من كلام ابن مسعود وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال من الجفاء أن تبول وأنت قائم، أخرجه ابن المنذر في الأوسط وكذلك البيهقي. قال الحاكم عن الدارقطني سعيد بن عبيد الله الثقفي ليس بالقوي، يحدث بأحاديث يسندها وغيره يوقفها. يبقى كده ابن سيد الناس بس إيه؟ كانت الإشكالية اللي عنده أن احتج به البخاري، لكن هو ما شافش كيف احتج به البخاري، ما شافش كيف احتج به الإيه؟ كيف احتج به البخاري. طيب. ثانيا أن سعيدا هذا جعله من مسند بريدة يعني ابن الحصيب رضي الله عنه، وخالفه الجريري وقتادة فجعلاه من مسند عبد الله بن مسعود، فجعلاه من مسند عبد الله بن مسعود. واستنكر الإمام البخاري في التاريخ حديثه هذا من روايته عن عبد الله بن بريدة، فقال وقال نصر بن علي قال حدثنا سعيد بن عبيد الله عن ابن بريدة عن أبيه، يعني بريدة ابن الحصيب، وقال نصر، نصر ابن علي الجهضمي رحمه الله، وقال نصر حدثنا عبد الأعلى، حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن ابن بريدة عن ابن مسعود، وهذا هو الإيه؟ هذا هو الصواب، عن ابن مسعود وليس عن بريدة، عن ابن مسعود موقوفا لا مرفوعا. ولهذا قال البخاري هذا حديث منكر يضطربون فيه، منكر يضطربون فيه. وقد رواه ابن المنذر من طريق عاصم ابن أبي النجود، عاصم ابن بهدلة، عن المسيب
عن المسيب ابن رافع عن ابن مسعود أخرجه الطبراني في الأوسط، وهو موقوف منقطع. المسيب ابن رافع لم يسمع من ابن مسعود، لم يسمع من عبد الله بن مسعود. قال ابن معين: لم يسمع من صحابي إلا من البراء، لم يسمع من صحابي إلا من البراء. وقال الإمام أحمد: المسيب ابن رافع لم يسمع من عبد الله بن مسعود شيئا. وقال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان: المسيب ابن رافع عن ابن مسعود مرسل، يعني منقطع. وقال أبو حاتم مرة أخرى: المسيب ابن رافع لم يلق ابن مسعود ولم يلق عليا، إنما يروي عن مجاهد ونحوه، يروي عن مجاهد ونحوه، وإنما روى له البخاري. أدي بقى المشكلة اللي كانت عند ابن سيد الناس، روى له البخاري في الصحيح حديثين، أحدهما من رواية عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس في الأشربة، وله شواهد، وله شواهد، والآخر من رواية عن عمه زياد بن جبير بن حية عن أبيه عن المغيرة بن شعبة، وهو حديث طويل في قصة فتح المدائن، أورده البخاري في الجزية مطولا وفي التوحيد مختصرا، وله شاهد من حديث معقل ابن يسار أورده ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد قوي، بإسناد قوي. قال الترمذي: قد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما، وحملوا النهي على البول عن البول قائما على التأديب، يعني على التنزيه لا على التحريم. وقال النووي رحمه الله كما في شرح مسلم: وقد روي في النهي أحاديث لا تثبت، ولكن حديث عائشة رضي الله عنها ثابت. ده بقى اللي هو اللي فيه النفي، فلذا قال العلماء: يكره إلا لعذر، وهي كراهة تنزيه لا تحريم، وهي كراهة تنزيه لا تحريم. يبقى أدي كده عندي وجه للجمع، عندي وجه للإيه، يبقى علماء اتكلموا على الإيه، على الجمع. وأقوى الوجوه اللي هم ذكروها يعني أن الجمع بين حديث حذيفة وبين حديث عائشة، في حديث حذيفة مثبت ماشي كده، وحديث عائشة رضي الله عنها إيه نافي، واضح كده. طيب، فقالوا إن الجمع بين الحديثين أن ذلك كان لإيه لعذر، وقلنا إن الأحاديث اللي وردت في العذر أحاديث لا إيه لا تصح، إنه كان في جرح، كان في كذا كذا، كل هذا لا إيه لا يصح. طيب، طيب وجه تاني للجمع، قالوا إن فعل هذا وفعل هذا ماشي كده. طيب، لكن إيه النهي إنما هو على سبيل التنزيه لا إيه لا التحريم، النهي على سبيل التنزيه لا إيه لا التحريم، وعلى هذا يكون البول جالسا يكون إيه أولى، يكون أولى. ده وجوه الإيه؟ وجوه الجمع. هناك من أهل العلم من سلك طريقا آخر، وهو طريق الإيه؟ طريق الترجيح، طريق الترجيح. فسلك أبو عوانة كما في صحيحه، وابن شاهين في الاعتبار فيه مسلكا آخر، فزعم أن البول عن قيام منسوخ، يبقى لا يكون إلا عن إيه؟ إلا قاعدا، إلا قاعدا، واضح كده؟ ويبقى الإيه؟ القيام ماله؟ منسوخ. طيب، قال أبو عوانة: باب بيان إيثار ترك البول قائما، والدليل على أنه منسوخ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل ابن شاهين بحديث من رواية السري بن سهل قال: حدثنا عبد الله بن رشيد قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل قائما. قال: وهذا الحديث يوجب نسخ الأول، اللي هو حديث إيه؟ حديث حذيف، حديث حذيف. طيب، قال ابن حبان: السري ابن سهل كان يسرق الحديث ويرفع المقلوبات، لا يحل الاحتجاج به، لا يحل الاحتجاج به. يبقى برضو الحديث إيه؟ حديث ضعيف، هذا حديث لا يصح. قال الدارقطني: رواه عبد الله بن رشيد عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد، ووهم في قوله نهى أن يبول قائما، وغيره يرويه عن حماد بهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما وهو الصواب. واضح كده؟ يبقى ده كمان إسناد لا يصح، والحديث المتن أساسا إيه؟ ده مقلوب على حديث آخر. طيب، واستدل عليه بحديث عائشة الذي قدمناه، اللي هو الحديث النافي: ما بال صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن. ماشي كده؟ يبقى ده قاله، هو ده اللي إيه؟
هو ده اللي ناسخ، هو ده اللي ايه اللي ناسخ لحديث ايه لحديث البول قائما. وبحديثه ايضا من حدثكم انه كان يبول قائما فلا تصدقوا ما كان يبول الا قاعدا، الا قاعدا. الا ان ابن شاهين بقى عمل احتراز، عمل ايه احتراز ليه؟ لان اذا كان روية الجواز عن عمر وعن علي ماشي كده، وعن ابن عمر وعن ابي هريرة وعن غيرهم من الصحابة والتابعين، فلما تيجي انت تقول منسوخ كيف خفي النسخ على هؤلاء؟ ودي مسألة مهمة جدا جدا، مفيش علم يعلمه الاخر ويجهله الاول ابدا، واضح كده؟ ويجهله مين؟ ويخفى عن الاول، مستحيل، واضح هذا؟ فاحترز فقال ايه بعد ان ذكر الخلاف في ذلك، قال واذا كان الامر هكذا في اختلاف الصحابة والتابعين، يبقى عمل ايه دلوقتي؟ اثبت اختلافه، اثبت ليه بين الصحابة وبين التابعين على هذا الحديث، وجب التوقف عن الإطلاق عن نسخه الأول. يبقى القول بالنسخ هنا إيه؟ ملوش محل. إزاي يجي بعد هذه القرون الفاضلة يجي أنت تقول ده إيه؟ منسوخ. مفيش حد أعلم بالنسخ والمنسوخ من الصحابة، ماشي كده؟ وخاصة لما تحط عمر، تحط علي وابن عمر وكذا، دول كل الأمة دي كانت فين؟ والصحابة اللي علموا الناسخ ما بقى ازاي ما يبلغوش، وازاي الصحابه يختلفوا في هذا الامر والتابعين من بعدهم، يبقى ازاي المساله دي كلها؟ يبقى ده كلام. فتراجع عن هذا الامر فقال وجب التوقف عن الاطلاق عن نسخه الاول. اذا كان الامر كده يبقى انا دلوقتي ارجع في مساله الايه، في مساله النسخ ديت، في مساله النسخ، لان هؤلاء اعرفوا بما نسخ من الحديث وما لم ينسخ ممن تاخر. ده الادب بقى اللي ينبغي عليه كل، ينبغي على كل ايه؟ على كل من تأخر عن هؤلاء السادة. اياك ان انت تيجي، ان انت تيجي في الاخر كده وتقول كذا او كذا، انت بتتكلم على مين؟ انت بتتهم 1400 سنة؟ ده اللي يعمل كده ده انسان محتاج انه يراجع يتكشف على عقله. ده العقل ده كده في حاجة، ده مش طبيعي، لا يمكن يكون انسان سوي. لما يبقى حاجة كده لا يعلمها الصحابة من الدين، من الشرع، بس يبقى دي مسألة ده ما حدش قالها أبدا أبدا. طيب، لأن هؤلاء أعرفوا بما نسخ من الحديث وما لم ينسخ ممن تأخر. لأن أنت خدت، ما خدت العلم إلا عن مين؟ ما خدتش الشرع إلا عن إيه؟ فإزاي هؤلاء يكون عندهم جهل بالشرع؟ هيبلغوا الأمة إيه؟ لما يجي واحد متأخر يعدل على الصحابة، يعدل على التابعين اللي أخذوا هذا من الصحابة، إزاي دوت؟ ودول ما غابش عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وحياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت يعني لم يعرف لنبي من أنبياء الله عليهم صلوات الله وتسليماته جميعا، إن حياته الخاصة كانت كحياته العامة سواء أمام أصحابه، علشان تكتمل لهم دائرة الإيه؟ الاتساء والتشريع، عشان التأسي يتم في كل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك كان أدق الأمور كلها يعلمها الصحابة وتعلمها الأمة حتى في حياته الخاصة صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يعرف للنبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، فإذا كان الأمر هكذا كان البول قائما عند الحاجة إلى ذلك، لا يأثم إن شاء الله للإطلاق به وغيره من الفعال أو لا. يبقى برضه هو عمل إيه؟ احتاط بناء على هذا الاختلاف، ماشي كده، والأدب مع الصحابة، أدي أمر. الأمر الثاني أن أجوز إذا وجد له إيه؟ حاجة، إذا وجد الداعي لذلك. يبقى هو كأنه مال لمسألة الجمع أخيرا، لكن جعل أن القعود إيه؟ أو الجلوس يكون أولى، يكون هم إيه؟ أولى، لكن ما نفش الإيه؟ ما قالش ان البول قائما لا ايه؟ لا يجوز، او انه ايه؟ او انه منسوخ. واضح كده؟ يبقى في الاخر عمل ايه؟ اثبت الايه؟ اثبت المسألة، وقال ان الاولى البول ايه؟ البول جالسا، البول جالسا، الا ان كان في حاجة تستدعي يبقى يبول ايه؟ قائما ولا شيء ايه؟ ولا شيء عليه. قال الحافظ ابن حجر والصواب
أنه غير منسوخ. الصواب أنه غير منسوخ. طيب هم إيه الجواب عن حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها؟ إلا الحديث سهل ماشي كده. إن النبي صلى الله عليه وسلم حديث حذيفة بيقول ده كان عند إيه؟ صباطة قوم، يعني كان فين بالضبط كده. وعائشة لما بطروا يبطروا إيه؟ داخل المنزل ماشي كده. فلذلك ممكن يجي عنها انها مثلا تروي هي وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ان هيجي بعد كده البول في الاوان، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. هنعرفه منين ده؟ من امهات المؤمنين. هنعرف ده من امهات الايه؟ ان هذا كان في البيت، وكان هذا الاناء كان تحت سرير النبي صلى الله عليه وسلم ماشي كده. هنعرف ده. يبقى هي لما حكت ايه؟ حكت ما رأت، وبالتالي نفت عن ايه؟ بالضبط كده. لكن هل عدم علمها ينفي العدم، ينفي العلم بذلك، او ينفي الجواز، او ينفي ثبوت البول قائما؟ لا، ده امر تاني. ده امر ايه؟ ده امر تاني. يبقى هي لما تكلمت عما ايه؟ عما رأته في منزلها في حجرتها، ان هذا كان دائما شأن النبي صلى الله عليه وسلم. وحذيفة حكم كان ايه؟ مع الرجال خارج البيت. خارج الايه؟ خارج البيت، خارج منزل النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا كان كده يبقى كل قد روى ايه؟ ما راى. يبقى ما فيش حجه لعائشه في الايه؟ في النفي المطلق، الا اذا كان النفي مقيد بما ايه؟ بما عندها. اما على الاطلاق لا. واضح كده؟ وتكون عائشه من هذا رضي الله عنها صادقه فيما روت انها رات الايه؟ النبي يبول ايه؟ ما رأته الا يبول جالسا، يبقى حدثت بما رأت. وجاء حذيفة فأثبت انه بال ايه؟ بال قائما. يبقى الجمع هنا ايه؟ في الجواز على الجميع. الجواز ايه؟ على الحالة، يجوز قائما ويجوز ايه؟ ويجوز قاعدا. ودورت اللي عمله الامام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، قال البول قائما وايه؟ وقاعدا. نعم. فالجواب عن حديث عائشة أنه مستند إلى علمها، فيحمل على ما وقع منه في البيوت عند أم المؤمنين وعند غيرها من أمهات المؤمنين. وأما في غير البيوت، يعني خارج ده، ما كانتش بقى عائشة، ما كانتش شغل عائشة رضي الله عنها، لكن كان شغل مين؟ الصحابة اللي بيبقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع حوائجه وجميع أحواله صلى الله عليه وسلم. وأما في غير البيوت فلم تطلع هي عليه، وقد حفظه حذيفة وهو من كبار الصحابة رضي الله عنهم جميعا. وقد بينا أن ذلك كان بالمدينة، فتضمن الرد على ما نفته رضي الله عنها من أن ذلك لم يقع بعد نزول القرآن. لم يقع بعد نزول الإيه؟ القرآن. يبقى النفي مستند لإيه؟ لرؤيتها وعلمها. يبقى لا يلزم من نفيها الإيه؟ العدم، وعدم علمها العدم. لا، يبقى أنت حكمك على ما إيه؟ على ما رأيت. وحكم حذيفة على ما إيه؟ على ما رأى. وهذا يجمع به بين الإيه؟ بين الأحاديث. يبقى الكل إيه؟ جائز. الكل جائز. نعم. وقد ثبت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياما، وهذا دال على الجواز من غير كراهة، ولا بغير إيه؟ ولا لعذر. من غير ايه؟ كراهية. يبقى مفيش حاجة اسمها كراهية التنزيل ولا كذا. ولذلك الامام البخاري كان ايه؟ جازما. التبويب بتاع الامام البخاري الترجمة دي جازمة في انه الاتنين ايه؟ سيان في الحكم. نعم. اذا امن الرشاشة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه شيء. كل الاحاديث اللي جبناها كانت احاديث مالها؟ ضعيفة، لا تصح ولا تقوم بها الحجة، وحتى لو جمعناها لا تقوم بها ايه؟ لا تقوم بها حجة. نعم. والأظهر أنه فعل ذلك صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، وكان أكثر أحواله صلى الله عليه وسلم البول عن قعود صلى الله عليه وسلم. رجال هذا الإسناد خمسة: آدم ابن أبي إياس أبو الحسن العسقلاني ثقة عابد، شعبة ابن الحجاج أبو بسطام البصري ثقة حافظ متقن عابد، أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة، سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي الأعمش ثقة حافظ عارف بالقراءة، قراءة القرآن يعني،
ورع لكنه يدلس، لكنه يدلس. الرابع شقيق بن سلمة أبو وائل الكوفي الأسدي مخضرم، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وما رآه، أدرك النبي ولم يره. نعم. أما الصحابي فهو حذيفة ابن اليمان ابن جابر العبسي أبو عبد الله الكوفي حليف الأنصار، صحابي ابن صحابي من نجباء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب السر الذي أطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأعطاه أسماء المنافقين. شهد هو وأبوه أحدا، فاستشهد أبوه يومئذ، قتله بعض الصحابة خطأ، قتله بعض الصحابة خطأ، فتصدق حذيفة عليهم بديته رضي الله تبارك وتعالى عنه. فعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت هزم المشركون يوم أحد هزيمة تعرف فيهم، فصرخ إبليس، فصرخ إبليس يعني صرخ لي أنصاره، أنصاره زي ما حيصرخ برضو في آخر الزمان على أنصاره عند فتح رومية، ماشي كده يصرخ، واضح كده؟ طيب. فصرخ إبليس أي عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم تقاتلوا، فنظر حذيفة ابن اليمان فإذا هو بأبيه، طبعا بقى أدوات الحرب عليه فمش باين مش معروف لم يتميز، فجالوا عليه فقتلوا، فقال أبي أبي، قالت فوالله من حجزوا حتى قتلوا، قال حذيفة غفر الله لكم رضي الله عنهم. قال عروة فوالله ما زالت في حذيفة منها بقية خير حتى لقي الله. شايف دول الصحابة، ده الجيل اللي ما لم يعرف في مع نبي من الأنبياء أصحاب كأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الإيه؟ إلى أن تقوم الساعة. رواه مسلم. مسند حذيفة رضي الله عنه يعني فوق المئة حديث، فوق المئة حديث، ما هوش من المكثرين رضي الله عنه. له في الصحيحين يعني المتفق عليه 12 حديثا، وانفرد البخاري بثمانية، وانفرد مسلم 17 حديثا. من لطائف هذا الإسناد أنه من خمسيات المصنف رحمه الله، أنه على شرط الأئمة الستة غير شيخه، فما أخرج له مسلم وأبو داود، أن آدم عسقلاني يعني شامي، وشعبة بصري، وباقي الإسناد كوفي، أن فيه رواية تابعي عن تابعي مخضرم الأعمش عن أبي وائل، أن فيه قوله عن الأعمش وهو سليمان بن مهران رحمه الله تعالى، ففيه جواز ذكر الشخص بالعاهة التي فيه، وأنه لا يكون ذلك من الغيبة المحرمة، لا يكون ذلك من الإيه؟ من الغيبة المحرمة، بشرط ألا يقصد التنقيص، بشرط ألا يقصد تنقيسه، بل لمجرد التعريف لاشتهاره بذلك، لاشتهاره يعني بهذه الإيه؟ بهذه العلامة أو العاهة. قال السيوطي وذكره بالوصف أو باللقب أو حرفة لا بأس إن لم يعب. فإن قيل الأعمش مدلس وقد عن فالجواب من وجوه، الأول قال الذهبي في الميزان هو يدلس، وربما دلس عن ضعيف ولا يدري به، فمتى قال حدثنا فلا كلام، ومتى قال عن تطرق إلى احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم. يبقى دلوقتي هننظر لطبقة شيوخ الإيه؟ الأعمش. فالأعمش تنظر في طبقة شيوخه وتنظر في طبقة إيه؟ تلاميذه، من أخذ عنهم ومن الذي أخذ عنه، الأخذين عنه وهو أخذ عن مين، ماشي كده. طيب. أما بالنسبة لطبقة شيوخ الأعمش فإذا رأيت إبراهيم النخعي في الإسناد، أبي وائل شقيق بن سلمة، أبو صالح السمان ذكوان السمان أغاي وأمثال هؤلاء، فإن رويت هذا فهذا الصنف رواية الأعمش عن هذا الصنف عند الأئمة محمولة على الاتصال، لأنه إيه؟ أكثر عنهم جدا، أكثر إيه؟ عنهم جدا، فتيجي عندي على سبيل الإيه؟ التساهل بس في اللفظ، لأن كان بيقعدوا إيه؟ يسردوا الحديث سردا، واضح كده، فيجي إيه؟ التبسط بس في الإيه؟ تارك المسألة إن ده عن مين بقى؟ عن شيوخي الذين أكثر عنهم، فإذا كان الأمر كذلك يبقى
الأمر على الاتصال أبدا. ده بالنسبة للوجه الأول. الوجه الثاني أن الراوي عنه، ده طبقة بقى مين؟ التلاميذ. الراوي عنه شعبة، وشعبة كان من أشد الناس ذما للتدليس، كان من أشد الناس ذما، وكان يقول كل حديث ليس فيه حدثنا وأخبرنا وسمعت خل وبقل، وكان يتتبع فم قتادة، فإذا قال حدثنا تحفظ يحفظ يكتب ويراجع وكذا، إذا ما قالش حدثنا خلاص ما فيش، ويستوثقه أنت سمعت إيه وربي نعم سمعت هذا، خلاص تنتهي المسألة. فده كان مين؟ شعبة. فإذا كان شعبة رضي الله رحمه الله تعالى بهذه المثابة ولم يقبل من شيوخه إلا مسموعهم، ماشي كده، فيبقى بأمون الإيه؟ يبقى أمننا كده تدليس الأعمش. وهو كمان أكد هذه المسألة بقى ليه؟ كفيتكم تدليس ثلاثة، الأعمش وقتادة وأبي إسحاق السبيعي. فدي قاعدة في رواية الأعمش عن أمثال إيه؟ في رواية شعبة عن مين؟ عن هؤلاء، ولو كانت بالعنعنة. يبقى دي العنعنة بتاعتها مالها؟ اتصال، اتصال. طيب ومش كده وبس، ده جاء التصريح بالتحديث عند الإمام أحمد من رواية ابن عيينة ورواية يحيى القطان. ففي رواية ابن عيينة قال حدثنا الأعمش حدثنا شقيق، وفي رواية يحيى القطان عن الأعمش حدثني شقيق فأمن من تدليسه، فأمن من تدليسه. وكذلك طبعا كمان يحيى القطان لما يروى عن مين؟ عن الأعمش، اللي كمان كان يحيى القطان من الطبقة المتشددة، قل من يرضى من الإيه؟ من الرجال، وكان مسألة التدليس عنده برضو مسألة إيه؟ إلى هذا الأمر. طيب يبقى كده الوجوه الثلاثة دي ترد على مسألة الإيه؟ إنه مروي بالإيه؟ بالعنعن، إنه مروي بالعنعن. طيب أما بالنسبة لتخريج هذا الحديث، فحديث حذيفة رضي الله عنه هذا أخرجه المصنف هنا في الوضوء، وأخرجه في كتاب المظالم. الحديث متفق عليه، أخرجه الإمام مسلم في كتاب الطهارة. الحديث أيضا أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، جميعهم في الطهارة، جميعهم في الطهارة. أما بالنسبة لشرح الحديث فقوله صباطة قوم بضم المهملة بعدها موحدة هي المزبلة والكناسة، تكون بفناء الدور مرفقا لأهلها، وتكون في الغالب سهلة لا يرتد فيها البول على البعل. يبقى هو المكان اللي بتتجمع فيه الإيه؟ القمامة بتاعة البيوت، الزبالة، الكناسة بتاعة البيوت بيجمعوا، وفي الغالب الحاجات دي بتكون إيه؟ بتكون لينة، فيؤمن معها إيه؟ ارتداد الرشاش. وتكون في الغالب سهلة لا يرتد فيها البول على البائل، وإضافتها إلى القوم إضافة اختصاص لا ملك، إضافة اختصاص لا إيه؟ لا ملك، لأنها لا تخلو عن النجاسة. وبهذا يندفع إيراد من استشكله لكون البول يوهي الجدار ففيه إضرار، يعني بأملاك الغير، أن البول هند عند الجدار يعمل إيه؟ حيضعفه. وبيوتهم كانت من الإيه؟ من اللبن وكده يعني، فيوهي الجدار ففيه إضرار. أو نقول إنما بال فوق الصباطة لا في أصل الجدار، وهذا ما صرح به أبو عوانة في صحيحه من رواية وكيع وأبي معاوية ويحيى بن عيسى الرملي. قالوا حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبال عليها قائما. يبقى ما كانش فين؟ ما كانش على الجدار. وده فوائد المستخرجات، ده واحد من فوائد الإيه؟ فوائد المستخرجات. وقيل يحتمل أن يكون علم إذنهم في ذلك بالتصريح أو غيره، أو لكونه مما يتسامح الناس به، أو لعلمه بإيثارهم إياه بذلك. يبقى كم وجه كده للاحتمال أنه عند إيه؟ في صباطة قوم. أو لكونه يجوز له التصرف في مال أمته دون غيره، لأنه صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم. لكن هذا إن كان من حيث المعنى، من حيث المعنى صحيح، لكن لم يعهد ذلك أبدا في سيرته صلى الله عليه وسلم ومكارم أخلاقه عليه الصلاة والسلام، ومكارم أخلاقه عليه الصلاة والسلام. قال النووي أما بوله صلى الله عليه وسلم في صباطة قوم فيحتمل أوجها أظهرها أنهم كانوا يؤثرون ذلك ولا يكرهونه بل يفرحون به، ومن كان هذا حاله جاز البول في أرضه والأكل من طعامه، ونظائر هذا في السنة أكثر من أن تحصى.
وقد أشرنا إلى هذه القاعدة في كتاب الإيمان في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: احتفزت كما يحتفز الثعلب، يعني لما انقطع النبي صلى الله عليه وسلم دونهم فخافوا أن يكون اغتاله عدو أو ناله أحد بأذى أو شيء من هذا، فخرجوا يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم أبو هريرة دار حوالين إيه؟ حائط، بستان، جنينة، فلقى كده فتحة كده صغيرة، فكور نفسه كده زي الإيه؟ زي التعلب، وقام داخل منها فوجد النبي. الشاهد من هذا الحديث أنه وجد النبي فين؟ داخل الحائط، والنبي صلى الله عليه وسلم ما استأجنش أحد وكذا وكذا وكذا، فدل على أن ده الأمر هنا في حق النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم إيه؟ على الجواز المطلق. الجواز المطلق لمين؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ده بالنسبة للوجه الأول. قال: والوجه الثاني أنها لم تكن مختصة بهم، بل كانت بفناء دورهم للناس كلهم. ده كان مكان أهو على الاختصاص لكن ليس على الإيه؟ على الملك، فأي حد بيلقي الكناسة بتاعته في هذا الإيه؟ في هذا الموضع. فأضيفت إليهم لقربها منه، لقربها لا لأنها إيه؟ ملكا لهم. والثالث أن يكون أذنوا لمن أراد قضاء الحاجة، يعني إذنا عاما، إذنا عاما، إما بصريح الإذن وإما بما في معنى، وإما بما في معنى. قلت: إنما جاز البول في الصباطة وإن كانت لقوم بأعيانهم، لأنها إنما أعدت لإلقاء النجاسات والمستقذرات، وجرى العرف بأن مثل ذلك يتسامح فيه، والعادة محكمة. العادة مالها؟ دي قاعدة شرعية، العادة إيه؟ محكمة. فهذا أيضا من الإيه؟ من العرف، والعرف جرى على ذلك، العرف جرى على إيه؟ على هذه الأشياء، ومثل هذا لا يستنكرها إيه؟ أحد من الناس، على هذا الأمر على الإيه؟ على الإذن العام، وجرى به العرف، وعلى هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأوجه، هذا هو الأوجه. وأما بوله صلى الله عليه وسلم في الصباط التي بقرب الدور، مع أن المعروف أن من عادته صلى الله عليه وسلم التباعد في المذهب، يعني كان يبتعد عن أعين من معه، فجاء عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد. درواه أبو داود وأن الترمذي وابن ماجه بإسناد حسنان. والمذهب هو الموضع الذي يتغوط فيه، وهو مفعل من الذهاب أو مصدر ميمي بمعنى الذهاب المعهود، وهو الذهاب إلى موضع الغائط أو موضع التغوط يعني. وقد ذكر القاضي عياض أن سببه، سبب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبتعد على عادته، أنه صلى الله عليه وسلم كان من الشغل بأمور المسلمين والنظر في مصالحهم بالمحل المعروف، فلعله طال عليه مجلس حتى حفزه البول، فلم يمكنه التباعد، ولو أبعد لتضرر، وارتاد الصباط لدم فيها. يبقى كان دوت لهذه الأمور، هو غاب في مصالح المسلمين ورعاية أمورهم ومصالحهم وكذا وكذا وكذا، فلو أبعد يحدث له بذلك ضرر صلى الله عليه وسلم، فارتاد هذه المسألة لأنها إيه؟ مكان رخ هيحصل فيه إيه؟ يأمن فيه من الارتداد وكذا وكذا. وفي ذات الوقت كمان إيه؟ إن هو جاب من حذيفة يتستر به أيضا، فجعله عند إيه؟ عند عاقبه، عند عاقبه صلى الله عليه وسلم. قوله: ثم دعا بماء، زاد مسلم وغيره من طريق من طرق عن الأعمش، فتنحيت، يعني ابتعد حذيفة، فقال: أدنه. قال: فدنوت حتى قمت عند عقبيه. وفي رواية أحمد عن يحيى القطان: أتى صباطة قوم فتباعدت فأدناني حتى صرت قريبا من عقبيه، فبال قائما ودعا بماء فتوضأ. لحد كده ما فيش مشكلة. طيب وبعدين؟ ومسح على خفيه. ومسح على إيه؟ على خفيه. كده بقى عملت ايدي إشكالية برضو عند مين؟ عند أهل العلم، ثبوت المسح على الإيه؟ على الخفين. طيب الحديث أولا إسناده صحيح على شرط الشيخين. وفي رواية أحمد عن هشيم: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال وهو قائم، ثم دعا بماء فأتيته فتوضأ ومسح على خفيه. وأيضا إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو عند ابن الجارود في المنتقى من رواية عيسى بن يونس عن الأعمش، وعند البيهقي من طريق جعفر بن عون، ومن طريق محمد بن طلحة ابن مصرف، وهو عند أبي عوانة عن وكيع وأبي معاوية الضرير محمد بن خازم ويحيى بن عيسى الرملي، وكذا زاد مسلم من طريق
زهير ابن معاوية أبي خيثمة فتوضأ فمسح على خفيه، يبقى ثابت المسح على الإيه؟ على الخفين. وهو ثابت أيضا عند الإسماعيلي وغيره من طرق عن شعبة عن الأعمش. طيب إيه المسألة ديت؟ فاستدل به أهل العلم على جواز المسح في الحضر، على جواز المسح في الإيه؟ في الحضر، وهو ظاهر، وهو ظاهر. طيب لكن لعل البخاري اختصره، ما جابش الحتة ديت لتفرد الأعمش بزيادة إيه؟ المسح على الخف، المسح على الإيه؟ المسح على الخف لم ترد إلا من طريق مين؟ يعني من طريق صحيح، إلا عن طريق الأعمش. فقد روى ابن ماجة من طريق شعبة أن عاصما، عاصم بن أبي النجود، رواه له، رواه له يعني رواه لشعبة عن أبي وائل عن المغيرة. خلي بالك بقى ده كده بقى إيه، هنبعد بس عن حتة الإيه؟ المسح عن الخف، ونمسك دلوقتي في الإيه؟ في راوي الحديث. فهنا رواه عن مين؟ عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. وأخرجه أحمد قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عاصم ابن بهدلة وحماد، هذا حماد بن أبي سليمان ده شيخ أبي حنيفة، نعم، عن أبي وائل عن المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على صباط بني فلان فبال قائما. قال شعبة قال عاصم يومئذ، وهذا الأعمش يرويه عن أبي وائل عن حذيفة، خلي بالك، وما حفظه، يعني أن رواية عاصم هي الصواب، أنه عن مين؟ عن المغيرة وليس عن مين؟ عن حذيفة ابن اليمان، ماشي كده؟ طيب قال شعبة فسألت عنه منصورا، أنا يعني شعبة ما اكتفاش بكده، فسأل مين؟ منصور بن المعتمر، ماشي، منصور بن المعتمر. وطبعا كان معلوم كان يعني هناك شعب الأعمش وكده، فكان لا يرجع لقول أحد، فإذا قيل له منصور سكت خلاص، منصور ده يعني حاجة، وكان لا يدلس وكان إماما علما رحمه الله. فقال شعبة فسألت عنه منصورا فحدثنيه عن أبي وائل عن حذيفة، يعني كما قال الأعمش. يبقى دلوقتي عندي مين؟ عاصم وحماد قالوا عن مين؟ عن المغيرة، ماشي كده، وعندي دلوقتي الأعمش ومنصور قالوا عن مين؟ عن حذيفة. لا، لما يتحطوا دولت بقى في ميزان أهل العلم ترجح رواية الأعمش ومنصور على رواية عاصم ومين، لأن عاصم وإن كان عالما بالقراءة وكذا وكذا في القراءة، لكن في الحديث فيه كلام، فيه مقال. وحماد برضو فيه مقال، فيه يعني كلام من جهة حفظه، هو في الفقه علم من أعلام الفقه، لكن إذا جاءت الرواية شوش، يحتص عنده إيه؟ عدم ضبط شوية للرواية. فلما يبقى عند الاثنين عندهم في الرواية كلام، في إشكالية، مع رواية حفظ الأعمش ومع حفظ منصور، يبقى يقدم مين؟ منصور الأعمش. يبقى ده ترجيح إنها ده من مسند مين؟ من مسند حذيفة، لا من مسند المغيرة بن شعبة، من مسند المغيرة ابن شعبة. طيب قال الإمام أحمد منصور والأعمش أثبت من حماد وعاصم. وقال الترمذي حديث أبي وائل عن حذيفة أصح، يعني من حديثهم عن عن المغيرة، وهو كما قال. وقال الدارقطني يرويه عاصم ابن أبي النجود وحماد ابن أبي سليمان يرحمك الله عن أبي وائل عن المغيرة، ووهم فيه على أبي وائل، يعني الصحيح عن حذيفة، الصحيح عن أبي وائل عن حذيفة. طيب ورواه الأعمش ومنصور عن أبي وائل عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصواب، وهو الصواب. وجنح ابن خزيمة إلى تصحيح الروايتين، قال لك لا مانع أن يكون رواه المغير ويكون رواه مين برضو؟ حذيفة، لكون حماد بن أبي سليمان وافق عاصما، وافق عاصما على قوله عن المغيرة. قال فجاز أن يكون أبو وائل سمعه من المغيرة ومن حذيفة فتصح الروايتان ويصح القولان معا، لكن من حيث الترجيح فرواية الأعمش ومنصور لاتفاقهما أصح من رواية عاصم وحماد لكونهما في حفظهما مقال. قال أبو حاتم حماد بن أبي سليمان صدوق لا يحتج بحديثه، صدوق لا يحتج بحديثه، وهو مستقيم في الفقه، فإذا جاءت الآثار شوش.
وقال الحافظ في التقريب شقيه صدوق له أوهام. يبقى ده لما يتحط مع الأعمش ومنصور، الأعمش لوحده كفاية، ماشي كده، الأعمش أو منصور كفاية أو أو. طيب، وأخرجه الطبراني في الصغير من رواية عيسى بن يونس عن زكريا ابن أبي زائدة عن الشعبي عن أبي وائل عن حذيفة، وزكريا يدلس عن الشعبي وقد عنعن. ومن رواية أشعث ابن عبد الرحمن ابن زبيد عن عبيدة ابن معتب الضبي عن أبي وائل عن حذيفة، وإسناده ضعيف، عبيدة ابن معتب ضعيف، ماشي كده. طيب، وقد وافق منصور الأعمش على قوله عن حذيفة. يبقى إذن قطعنا أن الحديث عن مين؟ عن حذيفة، ده الصحيح الايه؟ الثابت، ماشي كده، ولا يصح هذا عن مين؟ عن المغيرة. طيب، لكن تبقى مسألة ايه بقى؟ المسح على الخف. فزاد الأعمش المسح على الخف ولم يزدها ولم تأتي في رواية منصور. يبقى دلوقتي الاثنين هم ثقتين، فالأعمش زود المسح على الخف، لكن منصور اقتصر لحد الايه؟ البول في الصباطة، وحديث مين؟ وحديث حذيفة، بس كده، ولم يذكر الايه؟ ولم يذكر المسح على الخف. نعم، فلم يذكر منصور في روايته المسح، لكن لم ينفرد الأعمش بزيادة المسح، فقد ذكر المسح الشعبي وعبيدة ابن معتب، وإن كان الحديث فيها ايه؟ الطرق فيها مقال، لكن تدعم حديث مين؟ الأعمش، زيادة الأعمش يعني. وله شاهد من حديث عصمة بن مالك، وهذا يقوي أيضا رواية الأعمش. وإن بقية بإن بقية الطرق التي ذكرتها لا تخلو من مقال إلا طريق الأعمش عن أبي وائل، دائي أصحها على الإطلاق. والإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى لم يلتفت إلى هذه العلة، إن منصور إيه؟ ما ذكرش المسح، ما ذكرش المسح على الإيه؟ على الخف في هذا الحديث عن حذيفة، بل ذكرها في حديث الأعمش. والإمام مسلم مضى على ذلك على أن ذلك من إيه؟ من زيادات الثقات، لأن الأعمش ثقة إيه؟ حافظ. إن الأعمش ثقة إيه؟ ثقة حافظ رحمه الله تبارك، فاعتمدها الإمام مسلم على باب إيه؟ من زيادة الإيه؟ من زيادة الثقة. وزاد عيسى بن يونس فيه عن الأعمش أن ذلك كان بالمدينة، يبقى ده دل على الإيه؟ المسح في الإيه؟ في الحضر. أخرجه ابن عبد البر في التمهيد بإسناد صحيح، وزعم في الاستذكار أن عيسى تفرد به، وليس كذلك، فقد رواه البيهقي من طريق محمد بن طلحة بن مصرف عن الأعمش كذلك، وله شاهد من حديث عصمة بن مالك سنذكره فيما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله عز وجل بقية الأحاديث في لقاء قادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.